البداية من مجمع مصانع رواد المهندس جورج محروس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرواد، تفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. مهندس جورج محروس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرواد. مستر طه الجمال والعاملين بكل مجموعة الرواد بيشكروا فخامتك يا فندم على تشريفك الافتتاح. مجموعة الرواد يا فندم بدأت بإنشاء مصانعها لإنتاج الهاي دينستي بولي إيثيلين لغاية 1200 ملي اللي ساهمت في المشروعات الكبرى لزراعة القمح زي توشكا والدلتا الجديدة والضبعة والعوينات، وكمان أنتجت مواسير الغاز الرئيسية والفرعية عشان تساهم في حياة كريمة بشكل قوي. وبشر فخامتك يا فندم إن احنا كنا استباقيين وخدنا أكبر شهادة من أوروبا لإنتاج المواسير النقل الهيدروجين الأخضر عشان نواكب التطور اللي جاي. ومن رحم الرواد والبحث والتطوير الفريق اللي موجود هناك بقوة فكرنا في إنشاء مجمع رياض الاصطناعات التكميلية اللي بيشرف بافتتاح سيادتكم النهاردة. وقعدنا نفكر المواسير بعدها في قطع بنستوردها من بره، فعملنا أول مصنع للحقن بينتج القطع الهاي دينستي بولي إيثيلين بشكل قوي جدا، وكمان يا فندم هننتج النوزل بتاعت البيفوت الفواني اللي بيزرع عليها القمح في بلدنا الحلوة. والمصنع الثاني يا فندم هو مصنع لإنتاج المايكرو داكت، هو الكوندوت بتاع الإشارة أو الجرابات الناقلة للطاقة، وده احنا كنا بنستورد من أكتر من 4 بلاد يا فندم. وفعلا بدأنا وأنشأنا المصنع، وببشر حضرتك كمان يا فندم إن قبل نهاية العام هتوصل الطاقة الإنتاجية لثلاث أضعاف. البشرة هي إن خطوط الإنتاج هتصنع جوه الرواد بمكون محلي قد يصل إلى 65%. المصنع الثالث يا فندم هو مصنع لإنتاج اليو بي في سي بايبس المواسير عشان حياة كريمة من 32 ملي لغاية 800 ملي بطاقة إنتاجية 1800 طن، وإن شاء الله تتضاعف الطاقة في الربع الثاني من السنة القادمة. واحنا بنبني المجمع هنا يا فندم كنا بنبني الكوادر كمان في الرواد في العاشر عشان يجوا يبقوا هم النواه هنا، ولما جم هنا علموا اخواتهم في بني سويف. ومن هنا كمان يا فندم فكرنا ان لازم يبقى في اكاديميه للتعليم المهني لصناعه البلاستيك والباكجينج، وتواصل معانا ناس من المجتمع المدني زي ابدا وهنكمل معاهم ان شاء الله. لكن احنا طالبين طبعا يا فندم دعم حكومي ومجتمعي تاني عشان نعمل مصانع للتدريب جوه الأكاديمية ويحصل روتيشن عشان مش نصدر برودكت بس، نصدر كمان كوادر محترمة موجودة. شكرا لفخامتك الافتتاح يا فندم. مهندسة ناهد شعبان ربيع الأرناؤوطي، مهندس إشراف على أعمال التركيبات الميكانيكية بمحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. في البداية بنرحب بسيادتك يا فندم، شرفتونا ونورتونا في محافظة بني سويف. نستأذن سيادتك يا ريس في افتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة. طاقة المحطة 52,000 متر مكعب في اليوم، متقسمة إلى 4 مراحل، طاقة كل مرحلة 13,000 متر مكعب في اليوم. المحطة يا فندم بتخدم 160,000 مواطن سكان مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى 30,000 مواطن المترددين على المدينة من طلبة الجامعات وعمال المصانع. المحطة عندنا 4 مراحل، تم تأهيل المرحلتين 1 و2 وتصميم وتنفيذ المرحلتين 3 و4. لو تسمح لي يا ريس أشرح سريعا عملية المعالجة اللي بتتم على المية من أول ما بتدخل عندي محطة المعالجة لغاية لما برجع أستعملها مرة تانية. أنا عندي في البداية المية بتدخل على وحدة المداخل، بتتوزع على ال4 مراحل اللي موجودين في المحطة، فبتمر المية من وحدة المداخل إلى أحواض الترصيب الابتدائي، ثم إلى أحواض التهوية، ثم إلى أحواض الترصيب النهائي، ثم إلى أحواض التلامس. أحواض التلامس إحنا بنحقن كلور عشان نتخلص من أي بكتيريا موجودة في المية. بعد كده بنرفع المية لمحطة الرفع، المحطة الثلاثية. المحطة الثلاثية أنا بعالج حالياً 12,000 متر مكعب في اليوم، بعالجهم ثلاثي. المية اللي احنا بنعالجها ثلاثي بنستخدمها لري المسطحات الخضراء الموجودة بالمدينة. شكرا يا ريس.
بسم الله الرحمن الرحيم. منصور حسن يا فندم رئيس جامعة بني سويف. فخامة الرئيس، إنه لشرف ومصدر سعادة لإقليم شمال الصعيد وجامعة بني سويف أن تشرف بافتتاح فخامتكم للجامعة الأهلية الوليدة اليوم. جامعة بني سويف الأهلية هي إحدى الجامعات الأهلية الستة عشر التي أنشأت بقرار وتوجيه ودعم ورعاية فخامتكم في معظم محافظات الجمهورية. ويتشرف إقليم شمال الصعيد إنه ضمن أولويات اهتمام فخامتكم، متمثلاً في وجود روافد التعليم العالي المختلفة به من جامعات ومعاهد حكومية، جامعات ومعاهد خاصة، جامعات تكنولوجية، وجامعات أهلية. تتميز جامعة بني سويف الأهلية ببرامجها البينية الفريدة والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ورؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة، كبرنامج تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء، برنامج الأمن السيبرالي، الذكاء الاصطناعي، الإعلام الرقمي، علم النفس الإكلينيكي، الطاقة المتجددة والمستدامة. بدأ العمل في إنشاء جامعة بني سويف في فبراير 2021، وشيدت الجامعة الأهلية على مساحة 40 فدان بتكلفة إنشائية حوالي 3.7 مليار جنيه مصري. وتتكون الجامعة من 11 مبنى، مبنى إداري، 6 مباني أكاديمية وتعليمية، 3 مباني ورش ومعامل في التخصصات المختلفة، ومبنى امتداد مستقبلي. تم قبول الدفعة الأولى في أكتوبر 2022 في 10 كليات و15 برنامج بيني متميز، وكان عدد الطلاب 2850. وفي هذا العام الدراسي والذي يشهد اليوم على أيدي فخامتكم افتتاحها الرسمي، سوف يتم قبول 4000 طالب في 12 كلية و19 برنامج متميز بيني. دمتم لنا فخامة الرئيس، ودمتم لمصرنا الحبيبة. أي أوامر يا فندم؟ مساء الخير يا فندم. برحب بسيادتك والسادة الوزراء والحضور. أنا دكتور عبد الله أسامة عبد الله، مدير مستشفى أهناسيا التابعة لوزارة الصحة، أمانة المراكز الطبية المتخصصة. إحنا دلوقتي قدام صرح طبي عظيم بيعكس اهتمام الدولة بالتنمية في جميع المجالات وفي جميع المحافظات، واتجاه الدولة لتقديم خدمة طبية متميزة خاصة في الصعيد. المستشفى يا فندم على مساحة 16800 متر، مستغل منها 6600 متر، عبارة عن 6 مباني. المبنى الرئيسي 3 أدوار. الدور الأرضي عبارة عن عيادات خارجية واستقبال طوارئ وأشعة وخدمات مستشفى. الدور الثاني عبارة عن غسيل كلوي وقسم النساء والتوليد والحضانات والأطفال ورعاية الأطفال والمعمل وقاع التدريب. في الدور الثالث عبارة عن إقامة تخصصات مختلفة، 70 سرير، 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة، رعاية مركزة ورعاية متوسطة وقسم إداري. المستشفى كمان فيها مدرسة تمريض بتخرج كوادر تمريضية متميزة لخدمة المستشفى والمستشفيات المجاورة. إجمالي أسرة المستشفى 174 سرير، منهم 38 سرير غسيل كلوي و18 سرير رعايه. باكد لحضرتك يا فندم ان احنا فعلنا المبادرات الرئاسيه في مجالات الصحه 100 مليون صحه، فعلنا مبادره القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الكبرى، مبادره تنظيم الاسره، مبادره الكشف عن الفيروسات الكبديه، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الامراض الوراثيه عند المولودين. المبادرات يا فندم كان لها اثر ايجابي جدا على المواطن في الجانب العلاجي والوقائي. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك سيادة الرئيس، عشان دايما بتعودنا نتجمع كعيلة.